في ظل الأوضاع الإقليمية المضطربة والتي تعصف بعدد من دول الجوار والمنطقة ولا سيما ليبيا ولبنان وفلسطين، ما زالت السياسة الخارجية لمصر تتسم بالاتزان والعقلانية مع احتفاظها بدورها المركزي في حلحلة أزمات الدول الشقيقة ودول الجوار. فعلى مدار العام الماضي 2020 حققت الدبلوماسية المصرية إنجازات مهمة في تأمين المصالح والأهداف الوطنية في مختلف الدوائر شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، اعتمادا على التنوع والتوازن في العلاقات مع مختلف دول العالم، مع الحفاظ على المصالح الوطنية لمصر ومحددات السياسة الخارجية التي رسمها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه السلطة. وفيما يتعلق بالأزمة الليبية، حرصت مصر على تأكيد موقفها الثابت والراسخ تجاه حل الأزمة، وهو عبر المسار السياسي والبعد عن أي حلول عسكرية، مع رفض وإدانة أي تدخل أجنبي يزعزع من استقرار الدولة. وأسهمت مصر بشكل فعال في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجيش الوطني الليبي بزعامة المشير خليفة حفتر وما تسمى حكومة الوفاق الوطنية، وكذلك استضافت القاهرة العديد من اللقاءات بين الأشقاء الليبيين من أجل تقريب وجهات النظر، فضلا عن إجراء عدد من الزيارات المهمة لكبار المسؤولين في مصر إلى ليبيا. كما حرصت مصر على تأكيد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، وهو أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية. كما لعبت مصر دورا حاسما على مدار العام الماضي في تسوية النزاعات في عدد من الدول الشقيقة، وكذلك سعت إلى حلحلة عدد من الأزمات في عدد من دول القارة السمراء. بالتأكيد كثير مما يقال في دور ريادي لمصر والثقل الإقليمي وكثير من السوابق، وفعلا نقدر نقول أن نموذج يحتذى به عندما تتعاطى مصر مع كثير من التحديات العربية والإقليمية في الوقت الراهن، وسمات متأصلة في جذور التاريخ إضافة إلى ملامح استجدت على مدار السنوات الماضية إيجابا في من التوازن والندية والانفتاح وغيرها من القيم اللي كرست لها السياسة الخارجية المصرية في هذا الإطار. معي ومعكم في هذه الوقفة الحوارية الأستاذ علي حسن عبد الباقي، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أهلا بحضرتك يا فندم، سعادة بوجودك معنا، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بألف خير وصحة وسعادة يا فندم. أبرز ما يحق أن احنا نبدأ به ونستهل به الدور الريادي المصري واتجاه كثير من الملفات العربية والإقليمية، وقد يمتد ذلك أيضا إلى علاقات مصر الخارجية على الصعيد الدولي. في الحقيقة أجد أولا لازم نقول أن الدبلوماسية المصرية شهدت يمكن منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي زخما كبيرا في العلاقات المصرية البينية مع عدد كبير من دول العالم وأيضا مع الأقطار العربية، التوسع صوب أفريقيا وتوطيد العلاقات مع أفريقيا، استعادت مصر مكانتها ودورها الرائد كقوة مؤثرة محورية، قوة إقليمية كبيرة لها تأثير كبير في العديد من الملفات من حولها. لكن أنا شخصيا بعتبر أن أهم هذه الملفات قاطبة في الوقت الراهن وعلى مدى العام الماضي يمكن ملف ليبيا، وشفنا الدور المصري المحترم في التعامل مع الأزمة الليبية الذي يهدف إلى إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة وإلى الحفاظ على وحدة ليبيا واستعادة اللحمة بين أبنائها ورفض ومنع التدخلات الخارجية في شؤون ليبيا، مسألة المتمثلة في الاحتلال التركي لأجزاء يعني للتواجد وداخل ليبيا ووجود قوات لها داخل ليبيا، شيء مرفوض من جانب الأشقاء في ليبيا. مصر حريصة على ضرورة إبعاد كل هذه العناصر الإرهابية وخروجها من ليبيا، وأن يكون القرار قرار ليبي من إيجاد مصالحة شاملة بين كافة الأطراف، وبالفعل مصر نجحت في هذا الملف وبذلت فيه جهدا
كبيرا جدا محل تقدير العالم أجمع. دايما لما بنتكلم عن الأدوار يا فندم بنبقى حريصين جدا إن احنا نفرق بين الوساطة أو الموقف من جانب، ومن جانب آخر التدخل السافر أو إيجاد موطئ قدم في ملف معين. لما بنتكلم على الجزئية الإيجابية بتظهر مصر كمثال مشرق، صحيح. في المواقف الأخرى تظهر أيضا دول وأطراف أخرى للأسف كمثال صارخ، صحيح. في عدم وضع اعتبار الصالح العام أو صالح الدولة في المقام الأول، وبتسعى لإيجاد مصالح ضيقة خاصة بالدولة نفسها اللي بتسعى للتدخل. شوفي حضرتك، مصر لها ثوابت في سياستها الخارجية، في مقدمتها أنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للغير، وتقوم علاقاتها الدولية على الاحترام المتبادل بينها وبين سائر دول العالم. تهدف مصر إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة والعالم. مصر ترى أو تبذل مساعي حثيثة من أجل التوصل إلى حلول سياسية للأزمات المتعددة، لا سيما ما يتعلق منها بعالمنا العربي، زي الأوضاع في ليبيا، الأوضاع في سوريا، الأوضاع في العراق، الأوضاع في لبنان، الأوضاع في اليمن. كل هذه القضايا مصر لا تألو جهدا في المساهمة في إيجاد حلول سياسية لهذه الأزمات، وأيضا رفض التدخلات الخارجية السافرة والتي من شأنها تأجيج النيران في تلك البلدان وتفاقم الأزمات بداخلها. الحفاظ على سيادة الدولة وسلامة أراضيها، الالتزام بالشرعية، شرعية الدولة، زي ما شفنا الحقيقة التعاطي المصري مع التطورات في اليمن على سبيل، صحيح. المثال، مساندة الحقوق المشروعة، ينطبق على أكثر من ملف على رأسها بالتأكيد القضية الفلسطينية، وكتير الحقيقة من الأدوار اللي بيذكرها التاريخ إجابة لمصر واحتضان مصر للقضية الفلسطينية، امتدادا إلى المقاربات الشاملة في تعاطي مصر مع ظاهرة خطيرة جدا زي ظاهرة الإرهاب. متابعة حضرتك. وطبعا ظاهرة الإرهاب، مصر لها دور كبير جدا في مواجهة الإرهاب. في الحقيقة لأن في مصر جيش عظيم استطاع أن يواجه وأن يدافع عن الدولة المصرية بكل قوة عبر تاريخه المضيء المشرق المشرف. جيش مصر ما خاض معركة إلا وكان النصر حليفه. بالفعل حينما جاءت عناصر الإرهاب إلى مصر لزعزعة أمن واستقرار البلاد، تصدى لها أبطالنا، أبطال القوات المسلحة وأيضا أبطال الشرطة المصرية، وكلما سقط منهم شهيدا ازدادوا إصرارا على الصقر له وعلى ضرورة القضاء على الإرهاب داخل مصر. لكن دور مصر في مواجهة الإرهاب ليس قاصرا على مواجهة الإرهاب على أرض مصر فحسب، لكن مصر تشارك بالفعل في سائر المؤتمرات الدولية التي تهدف إلى القضاء على الإرهاب، في التعاون مع العديد من دول العالم في مجالات مكافحة الإرهاب لتبادل الخبرات والمعلومات ومثل هذه الأمور، وتتطلع الكثير من دول العالم بما في ذلك أكبر دول العالم تكاثرا وتقدما في الاستفادة من الخبرة المصرية التي كللت بنجاح في مواجهة ذلك الإرهاب الأسود الذي أحدث حالات من الفوضى في كثير من دول العالم، الذي قضى على الأخضر واليابس فيها، لكن تم بالفعل القضاء عليه داخل مصر. وده لأن برضو في وعي عند شعب مصر الذي أصبح ينبذ الإرهاب ولم يعد ينطوي عليه مسألة محاولة عناصر الإرهاب التسرطر خلف عباءة الإسلام كما كان يحدث من ذي قبل، بل بالعكس ده انكشفت هوية عناصر الإرهاب أنهم أعداء للإسلام وأعداء للحالة الإنسانية، استهدفوا كنائسنا واستهدفوا مساجدنا، لأن المساجد والكنائس هي ملك لمصر، كل مصر. نحن شعب يقدس مقدساته الدينية ومنشآته الدينية وفي مقدمتها المساجد والكنائس، ولا نقبل أي مساس بها. لا، دول اعتدوا على مساجدنا واعتدوا على كنائسنا لأنهم ضد الحياة الإنسانية وضد الأديان السماوية. فبالفعل مصر ليها دور كبير جدا، وزي ما احنا شايفين المسألة مش مجرد بس مواجهة أمنية، ده احنا شايفين الدور اللي بيقوم بيه
وزير الأوقاف ووزارة الأوقاف والأزهر الشريف، دور وزارة الثقافة، صحيح. دور وزارة الشباب والرياضة، دور التربية والتعليم، دور منظمات المجتمع المدني، التعامل دور ما بيكونش الإعلام. أمني بس في موجة الإرهاب، وده يمكن اللي خلى التجربة المصرية مثيرة للاهتمام وتستحق أن تكون نموذجا يحتذى به ويسترشد به في ملفات أخرى كثيرة قد تكون على المستوى العالمي، يعني تجارب يمر بها العالم في مواجهة هذا العدو الإرهاب. داخلي كمان أتكلم مع حضرتك أستاذ علي عن ثوابت المصرية والمحاذير المصرية لما بتيجي تتعاطى مع أي ملف، بيكون لديها ثوابت ولديها محاذير، ولما بنتكلم عن قواتنا المسلحة بيكون في عقيدة قتالية للجندي المصري لا يشق لها غبار، وده اللي بيخلي دايما لما يذكر اسم مصر بيبقى معروف أن التدخل هو تدخل منزه عن أي أغراض أخرى ممكن نكون شفناها لدى بعض الأطراف صحيح. الأخرى هم طبعا قواتنا المسلحة في الحقيقة تدافع عن الوطن، تحمي الوطن وحدوده ومنشآته، وتحافظ على أمنه وسلامته واستقراره بكل إجادة وتفاني واحترام وإخلاص. لم نذهب في يوم من الأيام للاعتداء على الغير أو انتهاك حرمات أي دولة أو العدوان عليها، لا نعرف هذه الأمور، لكن إحنا جاهزين في أي وقت لردع ورد أي عدوان يمكن أن يمس الوطن. ويمكن الجيش المصري الآن في الحقيقة ترتيبه التاسع على مستوى العالم كما نعلم، لكن أنا بقول بالفعل إحنا ترتيبنا التاسع، لكن بالنسبة للمقاتل المصري سواء الضابط أو الجندي إحنا ترتيبنا الأول، ده في وجهة نظري، في ضوء ما يتسم به الجندي المقاتل المصري من شجاعة وإقدام وتدريب رفيع المستوى وروح معنوية عالية وعشق لتراب هذا الوطن والزود عنه، لهم خير أجناد الأرض إلى يوم القيامة. وبالتالي جيش مصر العظيم هو محل احترام وتقدير العالم أجمع، لأنه جيش وطني بيدافع عن بلده بكل بسالة، لم يبادر الآخرين أو أي دولة أخرى بأي عدوان أو أي اعتداء دون مبرر أو مسوغ مشروع. الأمن القومي المصري خط أحمر، الأمن القومي العربي كذلك خط أحمر، والأمن القومي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وده هيكون الحقيقة مدخل إن احنا نبتدي نفتح الحديث لأفاق أرحب عن التعامل المصري مع كتير من الأزمات والملفات على رأسها طبعا الأزمة الليبية. لكن اسمح لي أول أتواصل مع سيادة السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية الأسبق عبر الهاتف، تحية لحضرتك سيادة السفير. أهلا بك. أهلا بحضرتك. تعامل السياسة الخارجية المصرية في مواجهة الأزمات، أزمات المنطقة اللي بالتأكيد متصاعدة في الفترة الأخيرة ويوم بعد يوم بتتعاظم هذه التحديات، كيف تنظر إليها سيد سفير؟ بنظر للدور المصري إن هو بيدي الأولوية وبيأكد دايما على أهمية احترام السيادة الوطنية للدول، عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، الحفاظ على مؤسسات الدولة، وعدم السماح أو عدم قبول كل ما من شأنه أن يؤدي إلى انقسامات داخل الدولة الواحدة وتجزئة الدول أو حدوث انقسامات داخل الدولة الواحدة. مصر كانت نشطة جدا على امتداد الفترة الأخيرة في أكثر من اتجاه، سواء فيما يتعلق بدول الجوار ليبيا السودان، سواء فيما يتعلق بالوضع في شرق البحر المتوسط، اهتمامنا بأن يبقى في تعاون جماعي بيشمل مصر وقبرص واليونان، ومبادرتنا بإنشاء منتدى للغاز في شرق المتوسط واللي تحول إلى منظمة دلوقتي، أيضا اهتمامنا بأنه يبقى فيه أيضا منتدى لدول الواقعة على البحر الأحمر في كل ما من شأنه أن يعلي دور هذه الدول في تحقيق الأمن الإقليمي في هذه المنطقة وهذا الممر
الدولي الهام، أيضا فيما يتعلق بالوضع في منطقة الخليج، العلاقات المصرية الخليجية شهدت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة، واستجابتنا لما فعل المملكة العربية السعودية مؤخرا لإعادة اللحمة في إطار المجلس ووضع حد لقطيع بين الدول الأربع مقاطعة لقطر، أخذ في الاعتبار المتغيرات الدولية والإقليمية، وكان موقف يتأسس على رغبتنا في أننا ندعم عملية الأمن القومي العربي، وده لن يتأتى سوى بتحقيق اللحمة بين الدول العربية. أيضا فيما يتعلق بعلاقتنا بالأردن والعراق وإنشاء آلية التعاون الثلاثي على مستوى القمة، وأنا قاد اجتماعاتها في القاهرة وفي نيويورك وفي الأردن، وبالتالي مصر تسعى لكل ما من شأنه أنه يحقق الأمن الإقليمي، يعزز الأمن الإقليمي، لأن يهمنا عملية الاستقرار في المنطقة. الاستقرار داخل مصر مرتبط بالاستقرار الإقليمي، وبالتالي من البديهي والطبيعي أنه مصر تسعى في كل ما من شأنه نحقق هذا الاستقرار الإقليمي، ونواجه بكل حزم أي محاولات للمساس بالأمن القومي. بشكر حضرتك جزيل الشكر سيادة سفير علي الحفني نائب وزير الخارجية الأسبق. عودة الأستاذ علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، يعني كلامنا لا يبعد قليلا كثيرا عما أفاد به سيادة السفير علي الحفني، وده يرجعنا تاني لصون الأمن القومي العربي اللي هو من أولويات بيت العرب جامعة الدول العربية، فلا يخلو منتدى في الفترة الأخيرة من هذا الكيان وهذه القيمة، نقطة انطلاق للمواقف المصرية أيضا إزاء قضايا المنطقة. وكنا كلمنا مع حضرتك عن التعاطي المصري مع الأزمة الليبية، أبرز ما يمكن أن نسلط الضوء عليه في هذا السياق. هو بدون شك لابد من التكاتف العربي العربي من أجل الدفع قدما بمسيرة أداء جامعة الدول العربية والإصغاء إلى قراراتها التي تعبر عن الحكمة العربية وعن حكماء الأمة، وينبغي أن تكون دوما هي مرجعيتنا في طريق السعي لإيجاد حلول عربية عربية لأزماتنا العربية الراهنة. يعني مثلا ما يتعلق بأزمات زي ليبيا، زي سوريا، العراق، أن تكون هناك دور أكثر فعالية للجامعة العربية، وهذا الدور ينبغي على الدول العربية أيضا فرادة وجماعة أن نتكاتف جميعا من أجل تنفيذ مقررات الجامعة العربية وتصوراتها بشأن إيجاد حلول لهذه الأزمات، وتأكيد التعاون العربي المشترك والتكامل والتضامن العربي المشترك في مواجهة مخاطر تهددنا جميعا في وجودنا كأمة عربية. في مقدمة هذه المخاطر خطر الإرهاب الذي يهدد عالمنا العربي، ووصول عناصر إرهابية من الخارج إلى بقاع كثيرة من عالمنا العربي، أيضا التدخلات الخارجية في الشأن العربي، تأجيج النيران، دولة زي تركيا بتمد أماكن كثيرة في عالمنا العربي بعناصر داعش الإرهابية وبتمدهم بالسلاح والمال، بل وبتحتل أجزاء من أراضي عربية عزيزة علينا جميعا. مثل هذه المواقف بالفعل تهدد الأمن القومي العربي، وهو الأمر الذي يحتم موقف عربي قوي في مواجهتها والحفاظ على أمن وسلامة واستقرار هذه الأقطار العربية وعودة الوحدة والتضامن بين أبنائها والحفاظ على وحدتها وتماسكها في مواجهة محاولات تقسيم العديد من الأقطار العربية.
وفي الواقع القيادة المصرية حريصة وفي أكثر من مناسبة أن هي تضع نقاط على الحروف استعراض القوة العسكرية المصرية اللي بدك بتكون رسالة لأي ما تسول له نفسه، يعني بفعل أي شيء ينال من الأمن والاستقرار في مصر، توضيح أن الجيش المصري هو جيش لا يعتدي، لكن في ذات الوقت لو في أي خطر بيكون في جاهزية فورية للمواجهة. وكان فرصة طبعا للتطورات في ليبيا أن يتم إرسال كثير من الرسائل البليغة في هذا الشأن، وأن الحلم لا يجب أن يقرأ بشكل خاطئ أنه هو ضعف. إزاي ده فعلا ممكن يكون رسالة ليس فقط يعني هي للداخل وللخارج في نفس الوقت، حضرتك بتتوقف عندها ازاي؟ زي ما سيادة الرئيس اكد طبعا على اهميه الحفاظ على الامن القومي العربي، وان الامن القومي العربي كله لا يتجزأ، ويمكن زي ما شفنا ساعه لما اشقائنا الخليج تعرض امنهم القومي للتهديد، سيادة الرئيس قال امن الخليج جزء لا يتجزأ من امن مصر، ومجرد ان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مصر يعلن ذلك ده بالفعل خلى أعداء الخليج وأعداء العالمين العربي دخلوا الجحور ورجعوا 20 خطوة وراء. زي حضرتك ما أشرتي أيضا المناورات التي جرت واستعراض لجانب من جوانب قواتنا العسكرية القوية المتطورة والتي لديها أعلى مستوى من التسليح والتدريب، والكل شاف هذا الأمر وشاف هذه التدريبات على الهواء مباشرة، وكان ليها شرف التواجد. كانت بالفعل رسالة للعالم أجمع أن الجيش المصري لديه جاهزية لمواجهة أي محاولة للمساس بأمن القومي، ودي خلت أيضا أعداء مصر في دول من حولنا وكانوا جايين وقريبين تراجعوا تماما. زي ما شفنا سيادة الرئيس حط خط أحمر داخل ليبيا سيرة الجفرة، محدش اللي هيعدي ده هيبقى يهدد الأمن المصري ويتحمل اللي هيحصل، كله جري وخاف وكش، لان عارف كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي معناها ايه، يعلم قدر قوه جيش مصر، يعلم ان شعب مصر بل والامه العربيه خلف مصر وخلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعلم قوه مصر ومكانه مصر ومنزله مصر، واشقائنا العرب جميعا يعتبروا ان قوه مصر هي قوه لهم جميعا، وأن قوة مصر وجيش مصر محل فخر واعتزاز لأمتي العربية بأكملها. ماذا عن محور مصر والأردن والعراق وآلية التعاون الثلاثي اللي يمكن ذكرها الضيف الكريم من شوية، يعني نتوقف عندها قليلا؟ هو في الحقيقة فيه طبعا اتصالات وتشاور وتعاون بين الدول الثلاث، طبعا في جانب منها تعاون اقتصادي وتبادل تجاري وهذه الأشياء، وأيضا في تعاون فيما بينهم من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة وحل الأزمات المحيطة بنا، والتشاور فيما يتعلق بإيجاد حلول لتلك الأزمات، تكون هناك رؤية سياسية متوافق عليها بين الدول الثلاث في إطار المنظومة الشاملة للجامعة العربية، بحيث أن احنا نقدر نساهم كدول ثلاث في بينها شيء من التقارب الكبير جدا في الرؤى ووجهات النظر، بحيث ان احنا نساهم مساهمة إيجابية في إيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة. المبادئ الحكم الرشيد أو الإدارة المصرية الرشيدة اللي ظهرت جلية واضحة في كثير من المواقف، مصر ليس بدولة صدامية ولا تنجرف في صراعات أو في حروب لا تحمد عواقبها، لكن في ذات الوقت دولة وشعب لا يقبل إهانة أو تدخل في الشؤون الداخلية الخاصة بها، ويمكن هو ده اللي كان كلمة السر في هذه الصيغة المتوازنة، ليس فقط في التعاطي مع التحديات الداخلية المصرية لكن مع التحديات الإقليمية الراهنة. أولا لدينا استقلال تام في الإرادة الوطنية المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يسمح لكائنا من كان أن يتدخل في شأن داخلي مصر، سيادة وطنية على كامل تراب أرض مصر، إرادة وطنية مصرية قوية يصغي إليها العالم بأسره. مصر زي ما قلنا لا تتدخل في الشؤون الداخلية للغير، وكرامتها لا تسمح لها إطلاقا أن تسمح لأحد بالتدخل في شؤونها. هناك علاقات متكافئة
مع عدد كبير من دول العالم، هناك تزايد كبير في العلاقات الاستراتيجية بين مصر وأيضا عدد كبير من دول العالم، ولا سيما ما يتعلق بالدول الكبرى المؤثرة زي ما نقول مثلا الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وألمانيا وغيرها، وكذلك العديد من الأقطار العربية الأخرى. علاقات بينية مع عدد كبير جدا من دول العالم، علاقات قوية في الدائرة الإفريقية، والأشقاء الأفارقة الآن يعلمون قدر مصر ودور مصر ومكانة مصر، وقد تجسد ذلك واضحا في اختيارهم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للاتحاد الإفريقي. وشفنا قد إيه مصر نجحت في حل العديد من الأزمات في القارة الإفريقية، وأرست قاعدة ضرورة أن يتم حل الأزمات الإفريقية داخل البيت الإفريقي. ومصر كانت لها دور فاعل في اللجان الخاصة الإفريقية الخاصة بالحفاظ على الأمن والسلم الإفريقي. ومصر أيضا سعت ونجحت بالفعل في حل الكثير من الأزمات بين دول القارة الإفريقية. وأيضا بعد ترك مصر لإرس الاتحاد الإفريقي لا تألو جادا في حل النزاعات الإفريقية، في إيجاد تعاون بين الأقطار الإفريقية بعضها البعض في العديد من الملفات زي الملفات الأمنية والسياسية والملفات الاقتصادية والتجارية والملفات الخاصة بالتعاون في التطورات المناخية وغيرها من القضايا الراهنة التي تهم دول المنطقة. العلاقات البينية بين مصر ومختلف الأقطار العربية بدون استثناء هي علاقات قوية تقوم على الاحترام المتبادل. الكل يتطلع إلى الحكمة المصرية وإلى المساندة المصرية القوية، ومصر لا تألو جهدا في مساندة الأشقاء في سائر الأقطار العربية وأيضا الأشقاء الأفارقة، لأن مصر دورها دور إقليمي محوري كبير جدا يعلم العالم قدره جيدا. يعني مع كتير من الأزمات اللي بنشوفها على المستوى الإقليمي والعالمي، بنشهد كثيرا يعني معادلة قد يصعب على الكثير من الدول إن هي تتقنها، القوة وفي ذات الوقت الترفع، عدم إساءة استخدام القوة وفي ذات الوقت عدم إرسال رسالة خاطئة بالضعف من خلال العفو في بعض الأحيان أو توفيت الفرصة على الأعداء. من متابعة حضرتك لتاريخ تعاطي مصر مع كثير من الأزمات التاريخ القريب، كيف تنظر إلى هذه الجزئية؟ أولا مصر دولة قوية جدا ومن أقوى دول العالم، لا سيما ما يتعلق بقوتنا المسلحة. أيضا الآن لدينا قوة اقتصادية قوية، إحنا دولة قوية، دولة كبيرة، دولة تجاوزت 100 مليون نسمة، دولة سياستها الخارجية تتسم بالاحترام والتقدير الكبيرين، مكانتها الإقليمية كبيرة ومؤثرة، لكن لها ثوابت لم تحد عنها في يوم من الأيام. لا تنتوي مصر المبادرة بالعدوان على أحد، لا نسعى للاعتداء على أحد، لدينا ثوابت، لكننا لا نسمح لأحد بالمساس بأمننا القومي أو بالاعتداء علينا، لأن لدينا قوة ردع قوية جدا، لدينا قوات مسلحة على أعلى مستوى من الكفاءة والتدريب والروح المعنوية العالية والروح القتالية، جاهزين للدفاع عن هذا الوطن بكل ما أوتينا جميعا من قوة. وأعظم قوة بتمتلكها مصر هي الوحدة الوطنية، التماسك، تماسك البنيان الاجتماعي داخل مصر، كلنا أبناء شعب مصر نسيج واحد وروح واحدة وإيد واحدة، وكلنا في الأزمات مع بعض، لكن ده أيضا في إطار من الحرية طبعا والديمقراطية. وفي ملمح اسمح لي كمان قبل ما يدركنا الوقت ونستثمر تواجد حضرتك معنا، الانفتاح والندية، ودول ملمحين اتضحوا جدا خاصة على مدار السنوات القريبة الماضية في علاقات مصر مع الولايات المتحدة. فكرة ان حتى لو في فجوة رقمية وتكنولوجية ودولة نامية ودولة متقدمة، ده مش معناه ان مصر مش شريك على قدم المساواة عندما نتحدث عن شراكات بين الجانبين. قراءة حضرتك لأفق هذه العلاقات الثنائية مصر تتعامل بندية مع جميع دول العالم،
بدون استثناء، وفي مقدمة ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغيرها، وهؤلاء جميعا يدركون أن لهم مصالح مشتركة، وأن من مصالح كل دولة من هذه الدول على حدة أن يكون لديها شراكة استراتيجية مع مصر، أن يكون لها تعاون مع مصر، ذلك البلد الكبير العظيم الذي له ثوابت في تعاملاته مع دول العالم، بتحظى باحترام الجميع، اللي بيحترم أحكام القانون الدولي في سائر تعاملاته، ومن ثم يتطلع الجميع إلى التعاون مع مصر لما لها من ثقل ووزن وتأثير كبير في مختلف الملفات المطروحة. وحرص مصر على تدعيم علاقتها مع روسيا على سبيل المثال مش معناه إرسال رسالة للولايات المتحدة مفادها أن هي ليست يعني على شراكة قوية جدا. حضرتك مصر بتقيم علاقات استراتيجية متوازنة ومتساوية، وفي تنوع في علاقات مصر الاستراتيجية يمكن من بعد 30 يونيو وحتى الآن، والرئيس عبد الفتاح السيسي حريص بالفعل على ذلك. لم نعد مثل ما يحدث في عدد آخر من دول العالم أن يبقى ليه علاقة استراتيجية مع دولة واحدة. هذا كلام لا تعرفه مصر الآن، بالعكس في زخم كبير في علاقاتنا الاستراتيجية مع عدد كبير من دول العالم في إطار من الندية والاحترام المتبادل وتكافؤ المصالح ومصالح البلدين. ويمكن في مفردات إيجابية تانية بس للأسف ما تسعش الحوار لذكرها. أعد حضرتك بحوار قادم في القريب وتشرفنا إن شاء الله في الاستوديو. أنا بشكر حضرتك جزيلا. شكرا أستاذ علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس حرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، تحياتي لحضرتك. شكرا. نبقى معكم مشاهدينا الكرام، وحنبقى أيضا مع الولايات المتحدة وحدث لا ينبغي إغفاله، مشهد اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي الكابيتول، بتأكيد مخالف لكل ما اعتدنا عليه على مدار سنوات. نتوقف عنده تحليلا في وقفتنا الحوارية القادمة في من القاهرة، لكن بعد متابعة موجز أخبار الساعة بصحبة الزميل أشرف عبد العاطي. كونوا معنا.